شهد عام 2019 زيارات دولية هامة قام بها جلالة الملك المفدى إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حظيت باهتمام بالغ كونها خطوة نوعية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين وهذه الدول. وتتعاظم أهمية هذه الزيارات لما لها من دور كبير في نقل صورة البحرين الأصيلة إلى العالم، كما تبشر الزيارات الدولية بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى بمستقبل مزدهر وتنمية مستدامة وتعاون وأمن واستقرار يصب في مصلحة جميع دول المنطقة وشعوبها.